كل سنة وانتم طيبين. انا سعيدة جدا ان التلفزيون استدعاني عشان اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله السنة الجاية كلكم تبقوا في سعادة وفي هنا وتكونوا حققتوا كل اللي بتتمنوه، وكل عيان ربنا يشفيه، وكل مسافر ربنا يجيبه بالسلامة، ومصر الحبيبة تبقى دايما في تقدم وازدهار، وتبقى دايما احسن واحسن. ذكرياتي مع الاهل، مع امي وابويا واخواتي، ذكرياتي مع صلاة العيد، وبعدين الضحية، ذبح الخروف، توزيعه، الفطار مع اهلي، كل سنة تبقى ذكريات طبعا بحس فيها بالطفولة، باللمة، بالحب المتبادل بين جميع أفراد الأسرة. عيد سعيد عليكم كلكم، مليان بالصحة والسعادة وراحة البال، أهم حاجة راحة البال، وإن ربنا يدي لكل واحد أمانين، وحجاجنا اللي بيحجوا يفتكرونا في دعواتهم. أنا سعيد إن أنا بلتقي بالجمهور الحبيب وبشعب مصر وكل من يشاهد الشاشة الصغيرة في هذا اليوم وفي هذه المناسبة، متمنيا لمصر ولكل مصري أن يحقق كل طموحاته، وأن يحقق الله له الرخاء والسعادة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر دايما عظيمة وفي أحسن حال، كل سنة وإحنا في أحسن صحة وفي تقدم، وربنا يبعد عننا كل شر بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله السنة الجاية برضو نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وتكون المحبة عامة البلاد. خير ومحبة.